الترشيد في غسيل الملابس. غسيل الملابس: يفضل اقتناء الغسالة ذات التحميل الأفقي بدلا من الغسالات ذات التحميل الرأسي، فالأولى توفر في الماء بنسبة 40%، كما توفر في استهلاك الكهرباء ومواد التنظيف، إضافة إلى محافظتها على النسيج. وقبل اقتناء الغسالة لا بد من قراءة التعليمات ومعرفة كمية المياه المستهلكة والطريقة المثلى للاستخدام. وعند الغسيل نقوم بجمع الملابس المتسخة جميعها مرة واحدة، مع الحرص على تعبئة الغسالة بالكمية القصوى حسب كتيب التعليمات، وذلك للاستفادة من المياه المستهلكة.